بروفيسور شتاين، نحن الآن في غرفة الإفاقة. المرضى ينقلون إلى هنا بعد الجراحة لإيقاظهم من التخدير، فهل يكون هذا الاستيقاظ صعبا؟ لا، ليس هناك صعوبة، فمفعول هذه الأدوية قصير نسبيا، ويمكن تحديد الجرعات بحيث يكون المريض مستيقظا في غضون دقائق. لكن الكثير من الناس يعانون بعد ذلك حقا، وقد يشعرون بالغثيان والمرض، لماذا؟ يرجع ذلك إلى مسكنات الألم القوية، والمعروف عنها أنها تسبب الغثيان كالمورفين والفينتانيل. هذا الأمر لا يمكن تجنبه في الوقت الحاضر. هناك بحوث طبية هدفها التخلص من الآثار الجانبية، ولكن عندما تحدث يمكن أيضا استخدام أدوية ضدها. عند التعب يتدخل الطبيب، ولكن هل يمكنني كمريض أن أفعل شيئا وقائيا وذلك قبل التخدير؟ ينبغي بالتأكيد إخبار طبيب التخدير ما إذا كان قد حدث للمريض متاعب في عملية سابقة، لأننا عندما نعرف هذه المعلومة مسبقا فإننا نستخدم أدوية مختلفة أو نعطي المريض أدوية وقائية مضادة للقيء، وهي أدوية تجنب الشعور بالغثيان. بعد الاستيقاظ من التخدير غالبا ما يعاني المرضى من بحة في الصوت، فهل سببها التنفس الصناعي؟ السبب هو إدخال الأنبوب الذي رأيناه للتو، فهو في الحقيقة تغيير ميكانيكي للقصبة الهوائية ويسبب السعال، وهذا أمر طبيعي جدا ويحدث مع جميع المرضى تقريبا، ونادرا ما يمثل مشكلة خطيرة، كما يمكن أن يزول تماما في غضون بضع ساعات. غرفة الإفاقة هي وحدة عناية مركزة صغيرة، فما الذي يتم فحصه عندما يستيقظ المريض؟ كافة الوظائف الحيوية كرسم القلب والنبض وضغط الدم، كما يتم فحص التنفس عبر شاشات عرض ومراقبته بانتظام. وكما قلت من قبل، فإن هذه المسكنات القوية لها آثار جانبية، وهي لا تسبب الغثيان فحسب بل تعيق التنفس أيضا، وذلك عبر اضطراب في الجهاز التنفسي، وهذا يعني احتمال توقف التنفس. لذلك يجب مراقبة المريض بضع ساعات بعد التخدير. بعض الحالات تحتاج لجراحات متتالية، ما يعني التخدير أيضا لعدة مرات، فهل يشكل تكرار التخدير مخاطر إضافية؟ تكرار التخدير لا يشكل مخاطر كبيرة، بمعنى أنه لا يجلب أمراضا إضافية، فعادة ما يكون مفعول الأدوية قصير المدى، وحتى في حالات التكرار بسبب الإصابة الكبيرة التي تستدعي الجراحة والتخدير في اليوم الثاني أو الثالث، فهي لا تسبب مخاطر إضافية. هل تزداد مخاطر الخرف أو ضعف الذاكرة بسبب تكرار التخدير؟ ليس لدينا بيانات تؤكد ذلك، هناك افتراضات مختلفة حول حدوث هذه الآثار، ولكن لا يوجد دليل إحصائي من دراسات كبيرة، وفي الوقت الحالي لا يمكن ترجيح مخاطر الخرف. ويجب القول إن التخدير هو أفضل حماية للمريض أثناء العملية الجراحية، لأن الجراحة بدون مخدر تجلب أضرارا أكثر. بروفيسور شتاين، شكرا جزيلا لك.